مالك يا مالك واقف كده ليه؟ يا ايه حدوتة رفعت الدهبي؟ حدوتة ايه؟ ام فارس انت عارفه كويس حدوتة ايه؟ انا شفتك وانت واقفه معاه. لا 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 بقول لك ايه؟ انت تمسكي نفسك كده وتردي عليا. هترد يا ام فارس في ايه؟ مالك انت عارف كويس قوي ان انا بعتبرك اخويا الصغير من زمان، وعارف كويس انا متربيه ازاي وبنت اصول وعمر العيبه ما تطلع مني. انا عندي مصيبه كبيره كبيره قوي، وقبل ما تقول اي حاجه انت لازم تفهم ان رفعت الدهبي حاطط الخديوي في دماغه وعايز ياذيه. لا صحيح صدق ابو فارس، انا اول مره اسمع الموضوع ده. متريقش عليا يا مين، انت مش فاهم حاجه. اه ما انا فعلا مش فاهم، بس الاكيد اللي الخديوي هيفهم. استنى يا مالك استنى، رفعت الدهبي. ماله رفعت الدهبي؟ رفعت الدهبي هو اللي قالي عن مكان المزرعة، هو اللي قالي ان انت بتعرف واحدة تانية عليا. يعني انت ليكي كلام مع رفعت الدهبي من ورا ظهري؟ لا ما بكلموش. لا لا معلش يا ام فارس، ليكي كلام معاه؟ افهم يا خديوي، وحياة النبي وحياة النبي تفهم. أنا كنت بكلمك منه بيجي يقول لي معلومات عنك، هو اللي قال لي إن أنت بتعرف واحدة تانية عليا، وهو ما بيقوليش كده حبا فيا، هو بيقول لي عشان عايز يأذيك. وأنا ست يا خديوي، وخايفة خايفة على حد ياخدك مني. والله العظيم والله العظيم حذرته أكتر من مرة، قلت له الخديوي مش هيسمي عليك. أكتر من مرة؟ ده الكلام رايح جاي بقى. لا لا لا، يعني انت بتستغفليني وبتكلمي رفعت الدهبي من ورايا من ورا ظهر الخديوي؟ ابوس ايدك لا، ابوس ايدك، ابوس ايدك يا خديوي، ابوس ايدك لا. ابوس ايدك يا خديوي، ابوس ايدك، ابوس ايدك ورجلك وحياه ولادك ما تظلمني. والله العظيم ما عملت حاجه، رفعت الدهبي ده جسمتك في رقبته. اكراما لابوكي، بس انا مش هحطك تحت رجليا. قول له يا مالك وحياة عيالك ما تظلمنيش، انا ما عملتش حاجه والله العظيم. ياكل مره لما تطول عشرتها. من النهارده تبقى حرام عليا. يا خديوي لا 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 تطول. لا ما تظلمنيش، لا 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 يا خديوي لا ما تظلمنيش، انت والله العظيم ما عملتش حاجه والله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.